شكرا سي حمراوي، كنشكر السي حمراوي على هذا اللقاء هذا، وكنشكر موقع الدار على هذا اللقاء اللي نحاول ان شاء الله نسلطوا فيه بعض الاضواء، نقدروا منه باش نوصلوا بعض الرسائل باش تفهم بعض الامور اللي وقع في هذا المشكل ديال مشروع المدينه الجديده زناتها. دونك المشروع ديال المدينه الجديده زناتها هو واحد المشروع اللي جا في اطار ديال المشروع ديال المدن الجديده من لعدة اعتبارات، منها النواحي ان محاربه الدور الصفيح، وبعدها الاستثمارات وخلق واحد الرواج تجاري، وفي نفس الوقت توسيع ديال مدينه الدار البيضاء للشكل اللي كنقصها من السكن، خصوصا السكن المتوسط اللي كيبدا ما بين 8000 و10000 درهم للمتر المربع. هذا هو الفكره الاساسيه ديال المشروع ديال المدينه الجديده. دونك هذا المشروع ديال المدينه الجديده على حساب المعطيات اللي معطيه، هو ان نهار تكمل المشروع ديال المدينه غادي تكون فيه 300000 نسمه اللي ساكنه، 100000 نصيب شغل. هذا هو التوجه الكبير. وهذه المدينه غادي تعرف بزاف ديال الاقطاب، كاين مثلا القطب الصحي اللي مؤخرا كانت واحد الاتفاقيه ما بين شركه تهيئه زناتها وشركه الالمانيه السعوديه مختصه في المستشفيات الخاصه. في نفس الوقت كاين جامعه اللي غادي توفر واحد 16000 مقعد، ويمكن حتى هي غادي تكون جامعه خاصه. انا كنشوفوا كلشي استثمارات. كاين المشروع ديال المول ديال الدار ديال زناتها اللي كنشوفوا منه الجزء الاول اللي هو مشروع ايكيا، والكماله ديالو ها هي جايه في يعني من لواحد عام ولا عامين كاع كاقصى تقدير غادي تحط طلبات الترخيص ديال هاد المشاريع. هذا كاين الميناء الجاف اللي بدل ما يكون ميناء اضافي في الميناء ديال الدار البيضاء على قبل دوك الحاويات ديال لي كونتينر، دونك اضطروا باش يكون واحد المشروع اخر، لان بقى المشكل ديال الترونسبور باش تخرج من الدار البيضاء من الميناء ديال الدار البيضاء. دونك خلقوا واحد الطريق جديده هما كيشتغلوا فيها دابا، اللي كتمتد من الميناء ديال الدار البيضاء حتى المنطقه ديال اللوجيستيكيه زناتها، اللي غادي تولي هي بحال قلنا داش كنسميو الميناء جاف، لانه غيكون نيت ميناء غادي يوليو الباطو تيوقفوا تيجيو لي كاميو كيهزوا لي كونتينر تيجيو يحطوهم. دونك هنايا واحد المشروع ديال شي 250 هكتار غيبدا بدي ترونش، يمكن غيبداو ب 30 ترون ب 30 هكتار، وغادي تبقى غادي طالعه الامور. وبالنسبه للقطب السكني اللي كاين على الطريق الساحليه، هذا الشيء اللي تيبان دابا في الصوره، يعني هو مشروع ديال المدينه الجديده، هو مشروع كبير اللي مديوره له تقريبا 30 سنه باش يتنجز، دازت 10 سنوات ديال الدراسات تقريبا من 2006 والدراسات خدامه بعد ما توقع البروتوكول ديال المدينه الجديده امام سيدنا، والامور دابا غادا شاده الطريق ديالها، يعني الدراسات كملات كلشي، دابا المشروع بدا غادي بشويه بشويه كيشد الطريق ديالو. هذا واحد ملخص شامل على المشروع ديال المدينه الجديده اللي كنتمناو منه انه ينصف الساكنه الاصليه ولا الساكنه اللي كانت مهمشه وتتعيش الهشاشه في هذه المنطقه هذه زناتها، اللي خصنا نعرفوا عين حردوها 30 سنه هو هي احتياط استراتيجي، رغم انها مفروض في المخطط التنموي ولا المخطط ديال الوكاله الحضريه مدينه الدار البيضاء، ان في سنه 1975 مفتوحه 4600 هكتار في بلديه عين حروده للتعمير، ولكن رغم ذلك اكتشفنا بانها بقات مسدوده بار اس حتى لهذا الوقت، وهذا هو اللي جعل هذا التاخر الكبير وهذه الهشاشه والتهميش اللي كتعيشوا هاد الناس في المنطقه. دونك كنتمنوا ان شاء الله في الافق ديال هذه الخمس سنوات المقبله ان كاع هذه المشاكل هادو خصوصا ديال الناس اللي كتسكن في الدور الصفيح تبدا تتحسن الظروف المعيشيه ديالهم. نعم. الاصل هو ان المشروع المدينه الجديده هو داخل في اطار المنفعه العامه من واحد الناحيه، دونك هنايا كانت تنزعات مجموعه كبيره ديال الاراضي. مشروع المدينه الجديده هو كينتجز على 2000 هكتار، على مساحه 2000 هكتار، من هاد 2000 هكتار كاينه تقريبا واحد 650 هكتار اللي هي اراضي ديال الدوله، والباقي هو اراضي الخواص اللي مشى في الاطار ديال النزعه الملكيه. والان يمكن المراحل المتقدمه واصله هاد النزع، لان النزعه الملكيه كيفاش كيتمشي هو كاين فيها عده مراحل. اول مرحله اللي ما كدومش بزاف هي مرحله الحيازه، يعني احنا جميع الاراضي اللي زناتها دابا ولات في الاسم ديال الاملاك المخزنيه اللي هي درع من الدروع اللي تتخدم بها شركه تهيئه زناتها، هي اللي مكلفه بما هو نزع ملكيه باش تخصص العقار لشركه تهيئه زناتها، ولا باش تصفي العقار لشركه تهيئه زناتها باش دير المشروع ديالها. دونك كاينين هادو هما الناس الاصليين، هما الملكات الاراضي. هاد الملكات الاراضي فيهم انواع، فيهم ناس اللي جاوا شراو اراضي من وراء الاحتياط الاستراتيجي، وفيهم ناس الاصليين ديال المنطقه
منهم عدة أسر، نهضروا على الناس للأسر الخمامرة، نهضروا على بريردة، نهضروا على السعديين. كنعتذر إلى ما ذكرتش اسم آخر، ولكن حاولت نعطي واحد الموجز على العائلات أولاد حادة. يعني كانوا أسر كبيرة كانت لحد الساعة باقي في المنطقة، ولي سؤال حد ما تنصفوش في هذا المشروع المدينة الجديدة. وجاهم هاد الزنزال ديال النزاع الملكية اللي قضى على الأحلام ديالهم كاملين. كانوا كينتظروا الوقت اللي غادي تحل هذا المشروع، تحيد الار اس باش يقدروا يديروا مشاريع في الاراضي ديالهم ومستافدوا منها هما وليداتهم. لسوء الحظ تنزعنا بالجامع، تنزع بواحد الاثمنه جدا ضعيفه مقارنه بالثمن. ما كاينلاش نعطيو خصوصا انا كنتهضر، لان انا عندي جوج صفات. دابا كنهضر معك بصفه المتضرر وكنهضر معك بصفه المسؤول. دونك انا كنحاول ما امكن ما نتكلمش على 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 المتضرر. الا بغينا نتكلموا على المتضرر، هو هذا المحل اللي مريحين فيه نورمالمون واخدين فيه واحد التعويض تقريبا ديال 450 درهم للمتر مربع، وشركه حدانا تتبنى شراو الارض ب 5000 درهم للمتر مربع. يعني هذا بوحده راه جنون. الدواوير على حساب الاحصاء ديال 2004، يعني قبل ما يبدا المشروع ديال المدينه الجديده، كان احصاء تقريبا ديال 7000 اسره تتواجد في الدواوير. نعم. ولا ما نسميهمش دواوير، في الكريانات. لانه هما شنو قال، هما تيهضروا على دواوير كيهضروا على الكريانات. شكون هما الكريانات؟ هما الدواوير اللي كيكون فيهم اسر كثيره، نقولوا كيتعداو 1000 اسره 800 اسره. نعم. هادو كنسميهم هما كريانات ولا بيدونفيل، مدينه صفيحيه. وكاين الدواوير هما واحد التجمعات صغيره صفيحيه، ولا كتكون موجوده على الارض ديال سوجيطا ولا الارض ديال الملاكه اخرين. دونك هادو انواع باش نهضروا عليهم. دونك فاش غادي نرجعوا دابا نهضروا على هاد المشكل هذا. دونك هذا المشروع المفروض انه من البنود اللي كاينين في الاتفاقيه ديال المشروع ديال المدينه الجديده، هو اعاده الايواء القاطنين فوق هاد الاراضي. خصوصا كنتكلموا على الاراضي الدوله، الاراضي الدوله التي توجد فوق دور صفيح تسلمت ولا تفوتت لشركه تيازناتا بواحد الثمن رمزي يراعي ان شركه تيازناتا غتكلف بهذوك الدواوير باش تعاود لهم لاعاده الايواء ديالهم. هذا المشروع نورمالمون غادي في الطريق ديالو. لسوء الحظ اي مشروع كيكونوا فيه مشاكل، وبارمي المشاكل اللي عندنا هو عندنا واحد العدد كبير ديال الاسر اللي مقصيه، وماشي غير اسر اللي مقصيه داخل دواوير، اكثر من هذا دواوير كاع مقصيه. تتقول شركه تيازناتا بانهم لا يتواجدون فوق العقار ديالها، وعلى حساب بروتوكول المدينه الجديده كيتكلم كيقول بان لاساز غتحمل المسؤوليه ديال جميع الدواوير التي توجد فوق عقارها. هي اغتنمت واحد الفرصه كتقول لك انا العقار ديالي هو الارض ديالي ماشي الجماعه. يعني الجماعه المفروض ان المشروع جا الجماعه، ما جاش فوق واحد الواء عقاري. هنا عندنا واحد الدوار مقصيه اللي كيناضلوا من في الاتجاه بانهم يدمجوا في هذا المشروع ديال المدينه الجديده. داخل المدينه الجديده تاخر المشروع خلق واحد الاشكال اخر، هما الاسر الحديثه. نعم. باش ما نعطيوهاش اسم اخر نقولوا الاسر الحديثه. الاسر الحديثه كيفاش كيجيو؟ انا ابن ديالك تنعيش معك في واحد الدار صغيره في واحد البراكه، كبرت اضطريت انني نتزوج. هنا فاش تزوج انا باقي عايش مع الوالد ديالي، لان المحل ديالنا في واحد 100 ولا 120 متر كاري، يعني متسع. هنا في المشروع ديال اعاده الايواء تيقول كل اسره، كل جوج الاسر غيعطيهم بقعه ديال 80 متر مربع. وحنا كيفاش كنعرفوا الهشاشه والناس الضعف اللي عندهم ما يقدروش يبنيو هما هذاك العماره، هذاك الدار اللي فيها كما نقولوا ريتشوسي السفلي وثلاث طوابق. اذا هاد الناس ما يقدروش يبنيو. لو كانت عندهم امكانيات الماليه باش يبنيو ماشي مشكل، نقولوا راه كل اسره غتستافد من جوج ديال الطوابق. اذا هما ما عندهمش، اذا غادي يجيبوا الناس اللي غيبنيو لهم. في الاخر غيخرجوا لنا جوج ديال الطوابق اللي غتستافد منها هاد الناس. اذا طابق ياخذوا واحد الاسره وطابق الاخر اسره. الا جينا نشوفوا لحد هذيك الشقه اللي غادي تطير لهذيك الاسره، ما يمكنش يعيشوا فيها جوج اسر ولا ثلاثه ولا هذا. دونك هذا اشكال. دونك هاد الوليد هاد الاسر تاهما تنحاولوا اننا نلقاو لهم واحد الحلول مع هاد الشركه التهيئه. لان من جهتنا حنا رغم هي كتقول لك ناس داروا مخالفات، من جهتنا انا هي المسؤوله الاولى. لان مخالفه ممكن ان تحبس في اللحظه ديالها، ماشي حتى يدير السيد البني ويدير وعاد نقول لا عندك مخالفه. المخالفه المفروض انها خصها تحبس في الدقيقه الاولى. هذا من جهه. دونك هنا باش نهضروا دابا على هاد الاسر المقصيه. على حساب المعلومات اللي عندي انا اللي كنتوفر عليها، هو ان الاحصاء ديال هاد اللي داز
لهاد الناس هادو اللي كيسكنوا في دور الصافح، هو احصاء اللي دار اخر تاريخ ديال الاحصاء هو مارس 2012. اذا بالنسبه لي انا مبدئيا جميع الاسر من مارس 2012 ولتحت كلها خصها تستافد. فوق من 2012 هاد الاسر اللي تزادت في كل عائله تزاد فيها اسره، هاد الدراري خصهم، هاد الناس هما هاد الاسر خصو يتلقى لهم حل، لان ما يمكنش لنا غادي نصيفطوهم على الاب ديالو، وخصوصا تنتري المو على اولاد زنات يعني اللي يقراو هنا وكبروا هنا وتزوجوا هنا وكلشي داروا. الصوت البلاد راه كيعطي الحق ديال السكن. شوف الحق السكن، انا راه عندي حق في السكن، انت عندك حق في السكن، حنا ما تنهضروا لا، حيت كاين فرق ما بين الحق في السكن وبين طلب، هذا حق مكتسب. هاد الناس ما كنهضروش على الحق في السكن، هذا حق في السكن حاجه اخر، هذا حق مكتسب. هاد الناس ما يمكنش لينا انتم جيتوا لهذا المشروع باش غتخدموا وغادي شوف انا ماشي ضد حتى شي واحد، ولكن انا ضد حاجه واحده، هو انني كنعيش مع با، ما يمكنش غادي تعطيونا نص بقعة خليونا عايشين في البراكة، رحنا ما عندناش مشكل. شوف المشروع ديال المدينة الجديدة، قبل ما نرجعوا للإفراغات اللي كاينة في هذه الأيامات، المشروع ديال المدينة الجديدة هو مشروع كبير، مشروع داخلين فيه مكاتب دراسات، يعني كامل هذا الكلام اللي تكلمنا عليه كامل مديور بالحساب ديال، يعني مديور بحساب ديال الناس اللي كتشتغل داخل الدواوير واليوم غادي تقطع لها رزق ديالها، هادشي كامل مديور فما يسمى بسياسة إعادة الإيواء، لأن هاد الناس اشتغلوا على واحد السياسة اسمها هو سياسة إعادة الاستوطان ولا إعادة التوطين. إعادة التوطين ديالهم، هادو اشتغلوا على واحد السياسة وداروا ما يسمى بواحد المخطط ولا بلون داكسيون اللي غادي يحولوا به هاد الناس، فيه كامل هاد المعطيات، هو لسوء الحظ باللغة الفرنسية، ولكن فيه كاع أجوبة على التساؤلات كاملة. هذا هو يعني ما يمكنش هاد الناس غادي يضيعوا، حنا كنحاولوا كمجلس اننا نتابعوا هذوك هاد الكتب هادو اللي تكلمنا عليهم اللي دايرينهم مكاتب دراسات، باش نشوفوا حنا بحال واحد الحكم كنشوفوا الا كانت الامور غاده مزيان راه مزيان، ما تلعبوش بشي حاجه، حنا ما عندناش مشكل، بداو كيتلعبوا شي حوايج راه حنا تندخلوا وتنشعلوا البوله. نهضروا على الاحكام، بالنسبه للافراغات، بالنسبه للاحكام، هاد الاحكام باش نوضحوها باش تبان بسيطه، هاد الافراغات جاوا على اساس واحد، هو ما يمكنش حكم يتبنى على شيء، هادو احكام تبناو على مخالفات قاموا بها هاد الناس، وهاد المخالفات فيهم انواع، كاين المخالفه البسيطه مثلا يمكن صبغت الدار ديالي، يمكن عاود السقف ديالي لان فيه القطره واضطريت نزيد واحد جوج دياجورات لواحد دياجوره باش نعلي المحل ديالي، ولا بمثال كيف كتعرف الدواوير ما عندناش الواد الحار، عندنا ما يسمى بالفرنسيه لي فوسيبتيك، وهاد لي فوسيبتيك كيكونوا داخل الديور، الا بغيتي غير تفرغها بالقطرات انت مضطر انك تريب الحيط ديال المحل ديالك باش تقدر تدخل وتخرج مباشره هذوك الازبال حاشاك هذوك هاد المخلفات اللي كاينين فهاد لي فوسيبتيك تحيدهم، دونك الانسان مش كيحيدهم وتعاود يبني الحيط ديالو وتيديروا له مخالفه، دونك هاد المخالفات فيهم انواع. انا شخصيا جلست مع هاد الشركه وشفت هاد الانواع ديال المخالفات، حقيقه كاين مخالفات بسيطه، يعني واحد الانسان دار واحد السترا للدروج ديالو ولا شي حاجه، هادشي ما فيهش اشكال. كاين الناس اللي كتلقاهم فتحوا بيبان اضافيه، كاين اللي كتلقاه فتح جوج البيبان، كاين اللي كتلقاه دار تجزئ سيري وباع المحل، وفي هذه المخالفه كتلقى اعتراف ديال داك السيد اللي شرا من عنده، كتلقى كيعترف عليه في هذوك الاحكام بانه راه هو هذاك السيد باع عليه. دونك هادو هما الانواع ديال المخالفات، هادو انواع الافراغات. انا جيك لا، هادو هما الافراغات، هاد حيت الافراغ غادي 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 تبازا على جوج الحوايج، الاولى ما يكونش عندك حق ولا سند. دونك بالنسبه لنا حنا الناس الاصليين ديال الدواوير ديال راه الناس اللي عندها حق مكتسب، خصوصا الناس اللي تحصات قبل من مارس 2012، فوق من مارس 2012، هاد الناس كيولوا كيعتبروهم هاد الشركه بانهم جاوا دخلوا للدواوير واحتلوا لها الارض ديالها من غير سند قانوني، لان كما قلت لك الاراضي تسلموا لهاد الشركه ولوا في الاسم ديالها الخاص ابتداء من 2009 تقريبا، في اواخر 2008 بدايه 2009 فاش كملات المسطره ديال النظام الملكيه، الاراضي كلها ولات في الاسم ديالها، دونك ولات كتعتبر اي واحد جا دخل لواحد الدوار وسكن فيه كتعتبره محتل بسند بدون سند، والاكثر من هذا تتقول انا ما يمكنش ليا نعطي هذا الانسان استفاده، خصوصا كان عندي اجتماع مؤخرا عطاوني اكزامبل واحد السيده كتعترف بان شاريه محل ب 6 مليون من عند واحد السيد اخر، وعندهم هذا الدليل هذا، والسيده تتعترف، قالوا لي واش هذه السيده خصنا نعطيوها الاستفاده، وهي جات شرات محل فوق الارض ديالتنا،
المهم حنا كنحاولوا معاهم على هذا المشكل ديال الافراغات انهم ما يقيسوش الناس، لان حنا كجماعه ولينا تنعيشوا بزاف ديال المشاكل اللي ما بقاش كتخلينا نشتغلوا، لان حنا كجماعه عندنا بزاف ديال المسائل وبزاف ديال المهام وبزاف ديال الاتجاهات خصنا نمشيو فيها. ولا هذا المشكل اللي كيتخلق مره ديال السكن، لان مثلا دابا حنا تقلنا الامور غدا وكنحاولوا نحلوا المشاكل بسيطه كل وحده، تخرجنا هذه الافراغات من جهه. حنا كمنتخبين اننا كيهمونا المصالح ديال المواطنين، دونك فاش كنشوفوا المواطنين تيتعلموا حنا بطبيعه الحال غادي نتعلموا اكثر من هذا. باش نكون واقعيين كنولوا كنفكروا في المستقبل السياسي ديالنا، كنقولوا ما يمكنش هاد الناس حنا غيصوتوا علينا، رغم ان الناس، لان خصك تعرف عين حروضه في نسبه كبيره الاميه، كاين بعض الناس اللي تيظنوا بان الجماعه تقدر تحبس الافراغ، تحبس احكام الافراغات. دونك انا بالنسبه لي الحاجه الوحيده اللي خدام عليها هو ان هاد الافراغات ان تمت يجب ان تتم. واش نكونوا صريحين، حنا ما تنديروا السياسه تنفل حق الناس اللي جزؤوا باعوا الاراضي ديال الناس وجابوا ناس ووطنوهم داخل الدواوير. خصوصا انا تنتكلم على الشركه كتكلم ديما من فوق مارس 2012، كيقول لك اللي تحت من باقي ما دارش احصاء، ما عندي حتى شي مشكل، ولكن من بعد الاحصاء هما تيقولوا بالنسبه لبعض الدواوير خارجين التراب ديال الارض ديالهم، ولكن غير منطقيه باش تجي دير واحد المشروع وتاخذ منه غير هادو الفواكه ولا لي فروي ديالو، تاخذ منه غير الحويجات الزوينين، هاد الناس حيت فوق هاد حتى دوك الاراضي اللي فيهم هاد الدواوير نورمالمون المفروض انهم ما خصهمش يتقصاو. لان الا جينا نشوفوا هاد الشركه هي ازناتها كتقول لك انا غنعاود الناس اللي فوق من الارض ديالي، كنلقاو علاش كتقول لي غنعاود الناس اللي غادي نسكن الناس اللي فوق الارض ديالي باش تستغل لي هذيك الارض لان في الصالح ديالها. هادوك الناس الاخرين في دوك الاراضي كتقول لك هادوك انا ما هادوك الاراضي ماشي ديالي، يعني ما غنستغلهمش بطريقه مباشره، لان هنا بعض الخطرات كنشوفوا بين قوسين الربحيه اكثر من انه مشروع ذو منفعه عامه ديال المعقول. هو الاسم ديال الجماعه تغير في واحد دابا تقريبا يمكن واحد العام ونص باش دار المجلس واحد المقرر على تغيير الاسم من مدينه عين حروده من جماعه عين حروده لجماعه زناته، باش نقدروا نحيدوا هاد التناقض اللي كاين في الموضوع. كيف يعقل ان مدينه تتواجد داخل جماعه؟ بالنسبه لنا نبدا بالشركه، انا بغيت الشركه تبقى في الاطار ديالها ديال المنفعه، لان بعد حقيقه المشروع غادي يشد الطريق ديالو ما تنقولوش لا، ولكن انا كشخص هنا غنتكلم معك كمتضرر اللي عنده ثلاثه الاحكام في اطار نزع ملكيه، منهم واحد المحل عندنا المصنع ديالنا داخل في اطار ديال نزع ملكيه، واحد الارض اخرى عندنا داخله في اطار نزع ملكيه، وعندي واحد المحل اخر في هدف في البحر حتى هو عندي في النزع الملكيه. يعني بالنسبه للتضرر من هذه الشركه بغيت نحس ان هاد التضحيات اللي ضحيت ديال المنفعه العامه انا بغيت نشوفها، ولا غنشوفها على الاقل نشوفها في هاد الدوائر المقصيه وهاد الاسر المقصيه ان ادخل داخل المشروع باش من، لان راه كنحسوا بواحد الحيف كبير اللي تنحس به انا انني نزعات الاملاك ديالي من اجل المنفعه العامه، وبغيت نحس بهاد المنفعه العامه، بغيت نحس بها. باش كنشوف الشركه كتهتم غير بالاسر اللي في الدواوير ديالها، ولا انا عندي 100 اسره بارك عليا، ولا هادوك جاوني، وهذا انت كنبقاش كنحس بديك المنفعه مما كيزيدني او ثاني الم اخر نفسي. كتبانش ديك الشركه المواطنه، ماشي بعدا انا كنهضر على راسي كشخص، ماشي هي الشركه المواطنه، انا تنزعت من اجل المنفعه العامه وانا لا ارى اي منفعه عامه. بالنسبه للرساله للسكان اللي حاجه واحده نقول لهم، حنا راه تنديروا اللي ممكن اننا نديروه راه تنديروه، يعني ما حاجه واحده اللي نقول لهم بيني وبينهم وقدام الله اننا ما عمرنا فكرنا نغشوكم، جهدنا تنديروا اللي قدرنا نوصلوا ليه راه غادي نوصلوا ليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.